يعلمون من هو النبي صلى الله عليه وسلم، والذي جعل جذع الشجرة يحن ويبكي على فراقه صلى الله عليه وسلم، وما الذي جعل هذا الجبل الساكن يهتز طربا عندما وقف عليه؟ إنه نبي الرحمة، ليس للمسلمين فحسب بل للعالم أجمعين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا. وعلمنا التواضع، وكان يحب المساكين ويقربهم. حب العالم لرسول الله صلى الله عليه وسلم هو انعكاس للحب الذي زرعه في قلوب العالم. وكيف لا نحبه وهو نبي الإنسان؟ علمنا رسولنا العدالة. يا من تحاولون إساءة للنبينا الكريم، تعالوا واقرأوا سنتهم، ستعلمون حقا أنه ما بعث إلا رحمة للعالمين. صلوا على الشفيع الذي يسجد تحت العرش مناديا: أمتي أمتي. نحبك يا رسول الله ونفديك بأرواحنا، عرفنا في محبتك السعادة.